الحمد لله رب العالمين. يقول رب العزة جل وعلا في كتاب العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا المولى جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يبقى عندنا 12 شهر. هذه الأشهر العربية منها 4 أشهر حرم يحرم فيها القتال وإراقة الدماء، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متتاليات أو متواليات، ورجب مضر، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. يبقى شهر رجب ده شهر الله الحرام الذي حرم المولى فيه إراقة الدماء وحرم فيه الاعتداء والظلم. ففي هذا الشهر الكريم يجب علينا أن نحاسب أنفسنا لنستعد لشعبان ورمضان. إذا كانت الأعمال الطيبة مضاعفة الحسنات، فكذلك أيضا الأعمال السيئة مضاعفة السيئات. كل حسنة بتعملها في شهر الله الحرام ربنا بيضعفها لك إلى 700 ضعف. صوم براحتك، اعمل خير براحتك، اتصدق اللي انت عاوزه، ده شهر ربنا الشهر الحرام، اللي انت عاوزه في شهر ربنا في الحلال اعمله. إنما ابعد عن كل شيء يشينك، الظلم، البغي، العدوان، أي حاجة تاخد من وراها ذنب ابعد عنها. إذا كانت الحسنات مضاعفة فالسيئات برضو مضاعفة. فاحنا عاوزين في شهر رجب كل واحد يقف مع نفسه وقفة مع بيته وعياله، يجيب عياله ومراته كده، يقف: تعالوا يا اخوانا، تعالوا نحاسب نفسنا شوية، تعالوا نشوف عملنا ايه في اللي فات، تعال يا ابني عملت ايه مع ربنا، قريت قرآن النهاردة، تعال يا بنتي زميلتك الغلبانة الفقيرة دي تصدقت بيها بأي لبس عندك، تعال يا ابني، تعال يا الزوجة دي، تعال جارتك الغلبانة دي بصيت عليها، رحت زرت أختك المريضة، رحت زرت أخوك اللي في كذا. نسأل نفسنا: أنا عملت إيه مع أخواتي ومع أهلي ومع عيلتي مع جيراني، مش صح ولا غلط؟ يا ترى اللي عملته ده هيدخني الجنة ولا هيبعدني عن الجنة؟ أي الصح والغلط؟ نفسي كل واحد يقف مع نفسه وقفة، نطلع من الجمعة نقف مع نفسنا بقى، كل واحد يقف مع نفسه بس وقفة يرجع اللي فات في شهر رجب ده واللي احنا فيه شهر الله الحرام، علشان كل واحد فينا يعرف هو واقف في انهي طريق ماشي، هو ماشي صح ولا غلط، واخد باله من بيته وعياله ولا لا، فعلا عياله وبيته ماشيين على الحق ولا الواد ماشي في الكلام الفاضي والبنت ماشيه في ما اعرفش ايه، والسوجه هنا وده هنا وده هنا، وكل واحد في مكان، كل واحد بياكل وحده وبينام وحده وبيشرب وحده، كل واحد على مع نفسه، كل واحد في حاله، كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وقاعد مع النت بتاعه ملوش دعوه بالتاني. الاسره اللي كانت اسره اسمها اسره واحده والفه بيجوا كل واحد وحده، الراجل على الكمبيوتر والست ماسكه الموبايل والواد بنت في اوضتها والواد في اوضته، كل واحد ليه ما نقعد مع بعض قاعد زي الاول زي زمان، اجيب العيال واقعد معاهم زي زمان، ناكل فواكه ونجزجز لب ونقعد مع بعض انا وعيالي كده، والالفه: ايه يا ابني مشاكلك، وايه يا بنتي مشاكلك، وايه الزوجه مشاكلك، ايه انت عملت ايه يا واد النهارده في المدرسه، تعالي يا بنتي اعملي كذا وكذا وكذا، ايه رايكم بقى ما تجون كلنا نصلي ركعتين لله جماعه مع بعض، ايه رايكم ما تيجوا كلنا نقرا جزء قران، ايه رايكم يا اولاد كل انت تروح تتصدق لفلان، وانت يا بنتي تعملي كذا، وانت الزوجه تروح لجارتها فلان، يعني نخلي الاسره ترجع تاني، بلاش من وسائل بتاع التواصل دي، بقت وسائل مش تواصل، دي بقت وسائل متنيلة ب60 نيلة، بعدت الناس عن بعض. عاوزين كلنا نرجع تاني زي الاول، خدي ولادك في حضنك عشان ابنك يحبك ويسمع كلامك، خد بنتك في حضنك يا اخي علشان خاطر بكره وبعد يقولك ابويا ربنا تربيه، لو بعدت عنها لحظه الدنيا كلها هتسيبها. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم ارحم شهدائنا يا رب العالمين، اللهم تغمدهم في رحمتك يا كريم، اللهم أبلغهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم صبر ذويهم يا كريم، اللهم اكتبنا عندك من الذين رفعت درجتهم في جنات النعيم وجعلتنا من الذين
ورثوا الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأعطيتهم من الدنيا ما يورثهم في الجنة يا كريم، ووهبت لهم حبك ومحبتك يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. استغفر يرحمني ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر.